معاكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم صفاتنا فتحي، وان شاء الله النهارده هنتكلم عن ليسون 4 لتشابتر 3 سيم 2. قبل ما ابدا درس النهارده احب افكركم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الطلاب. كمان بفكركم تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل فيديوهاتنا اول باول. زي ما قلت، ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن Lesson 4، وأول تايتل هيقابلنا What makes a good leader. What makes a good leader؟ ايه اللي يخلي الليدر ده او القائد ده كويس؟ احنا في الدرس اللي فات كان فيه في الاخر كده سؤال بيقولك ايه اللي يخليك تعتقد ان انت good leader، او ان انت ممكن تكون منصب الليدر مناسب ليك. احنا النهاردة هنتعلم شوية صفات، لو هي موجودة في الليدر ده فعلا يبقى جود ليدر، ده يصلح ان هو يبقى الليدر. الاكتيفيتي بيقول لي write the following traits in the suitable place in the table below as the example given. write the following traits. traits يعني صفات. هنكتب الصفات اللي موجودة هنا دي in the suitable place، في المكان المناسب. in the table below، في التيبل اللي تحت ده. as the examples given، زي الاكزامبل هنا. اول trait هنا بيقول لي calm. calm يعني ايه؟ هادي، شخص هادي. lazy، lazy يعني كسول. bad listener، bad listener يعني مستمع سيء، ما بيقدرش يسمع للناس. helps others، helps others بيساعد الآخرين. angry، angry يعني غضب. loyal، loyal يعني ولاء. responsible، responsible يعني مسؤول. selfish، selfish يعني أناني. good communicator، good communicator يعني شخص بيقدر يتواصل، عنده القدرة على التواصل. cowardly، cowardly، cowardly يعني جبان. cowardly. التريتس دي احنا المفروض هنحطها في المكان المناسب في التيبل اللي تحت ده، زي الاكزامبل اللي هو عامله. هنا traits of a good leader والtraits of a bad leader. الgood leader هنقول ايه traits بتاعته، والbad leader هنقول ايه هي traits بتاعته. كاتب لي هنا calm، من traits بتاعت الgood leader calm. اما traits of bad leader ان يكون lazy، كسول، يعني اول اتنين هو اخدهم خلاص. bad listener، bad listener مستمع سيء، دي من traits of bad leader، يبقى bad listener. helps others، helps others بيقدر يساعد الناس، دي traits of good leader، يبقى helps others. angry، angry ما بيقدرش يتحكم في الغضب بتاعه، بيغضب بسرعة، يبقى دي من traits of a bad leader، angry. loyal، عنده وفاء وولاء، يبقى ده ايه؟ دي من الصفات بتاعة a good leader، loyal. responsible، responsible مسؤول، دي برضو من traits of good leader، responsible. selfish، أناني، يبقى دي من traits of bad leader، selfish. good communicator، good communicator بيقدر يتواصل مع الناس بشكل كويس، that traits of good leader، يبقى هنقول هنا good communicator. واخر حاجة cowardly، cowardly اللي هو الجبان،
That traits of a bad leader. Cowardly. يبقى احنا النهاردة اتعرفنا على الصفات اللي المفروض تكون موجودة في الشخص الجود ليدر اللي يقدر فعلا يقوم بالمنصب ده بكفاءة، لازم يكون فيه الصفات ديت. اما traits of bad leader، الشخص اللي ما ينفعش يبقى ليدر بتكون فيه الصفات دي.